360 سكنا من الإيجاري العمومي تم توزيعه بقرى وبلديات ولاية جيجل، كما تم توزيع 100 وحدة من السكن الترقوي المدعم وسط فرحة عارمة للعائلات المستفيدة. عندي من 2000 دوسيون مطيش لا سكنة ولا محزنون كاري، ونا بربي الحمد لله رمضان وفرحة تاع رمضان وتاع العيد إلا كتب ربي وتاع السكنة. ولا الحمد لله فرحنا فوق الراس. فرحنا ربي يفرح كل مسلم. ربي يفرحكم الجميع. وانا عندي 6 اولاد. عندي من 2001 وانا نسنى في هذا السكن والحمد لله. ولاية جيجل التي اختارت ايام الشهر الفضيل موعدا للتوزيع ستواصل العملية خلال الايام القادمة. وستسلم السكنات بمجرد اتمام كافة الاشغال والتحسينات. والعمل ان شاء الله متواصلة. اللي فيها 460 فيها سكنات نتاع السكن الترقوي المدعم وفيه السكن الاجتماعي. وعندنا فيما يخص البرنامج اللي راه في طور الانجاز عندنا اكثر من 2500 سكن اللي راه في طور الانجاز ان شاء الله. الحالات اللي متواجده اللي ما لحقتش المره هذه في بعض البلديات انا ان شاء الله نعاود ان شاء الله نصدركم حاله بحاله بعض الحالات الاستثنائيه ممكن نصدركوها. مشاريعها مكما ونوعا في ميدان السكن تعمل على تجسيدها ولايه جيجل.